الله انا خالد على حياكم الله مشاهدينا الكرام ما زلنا متواصلين معكم في ترحيب خالد انا على الصور هذه شكل عيالي في البيت بيرجعوني سوق <تضيفك> 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 نعم نشوف يمكن من مختلف الاعمار موجودين في احتفالات سوق واقف من اليوم الاول وهذا يبشر انه الم. راح يكون يعني في في تفاعل مع هذه الفعاليات الناس الحين مريحين طالعين اليوم اخر دوامات عندهم اليوم نعم صح وعادهم نعم. هم مستوعبين هم في بدايه الاجازه نعم صح الجمعه السبت آه الله يعين بكره وبعد بكره الله يعين المنظمين الله يعين شرطه السوق والمرور على والله على الزحمه ناصر لين نداوم معناته لازم نجي بدري نعم لازم نجي بدري هذه وصا يعني وصاه من ناصر لكل المقدمين يجون بدري اعزائي المشاهدين مخيم الهلال الاحمر آه الإدارة, الاداره الاداره الكوارث وصل الى محطتها الاخيره بعد عشرة ايام من التدريب الجاد والعمل الشاق لتحقيق اهداف متعدده التفاصيل بنشوف في هذا التقرير تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر ال ثاني اختتم الهلال الاحمر القطري المخيم الميداني الخامس للتدريب على ادارة الكوارث الذي نظم خلال الفترة من الاول الى العاشر ابريل بموقع المخيم الكشفي البحري بالخور. بدا سيناريو اليوم الختامي بتلقي بلاغ حول وقوع انفجار بسكن للعمال بالمنطقه الصناعيه نتيجه انفجار اسطوانات غاز وعلى اثر الحادث والنداء تحركت قوات الشرطه الفزعه التي قيمت الحادث وامنت الموقع بمساعده فريق من المتطوعين ثم استجابت فرق الإسعاف من مؤسسة حمد الطبية وفريق إسعاف الهلال الأحمر القطري وفريق من المتطوعين الذين دربوا على الإسعافات الأولية لإخلاء وإسعاف المصابين. كما استجابت قوة البحث والإنقاذ لخوية وفريق الدفاع المدني للسيطرة على الحريق والمساعدة في تأمين الموقع والعمل على إخلاء المصابين من داخل السيارات التي تأدت جراء الانفجار. كما شاركت الاسعاف الطائر في نقل احدى الحالات الخطره وساعدت فرق المتطوعين في سحب الجرحى الى موقع امن تم تخصيصه لتصنيف الحالات الخطره جدا والخطيره بعد ذلك تم اخلاء مكان السيناريو واعلان نجاح تدخل الفرق اذا اختتمت فعاليات مخيم اداره الكوارث اللي نظمته او نظمه الهلال الاحمر القطري وكانت اللجنه الدائمه للطوارئ من الداعمين الرئيسيين للمخيم في نسخته الخامسه على مختلف المستويات من حيث الاعداد والتنسيق وتقديم الدعم اللوجستي والفني وكافه الامكانيات المطلوبه. وعلى المزيد حول دور اللجنه الدائمه للطوارئ في هذا المخيم اللي هو مخيم اداره الكوارث اللي اقامته قام الهلال الأحمر القطري معنا في تراحيب الرائد أحمد العبدالله أمين السر المساعد للجنة الدائمة للطوارئ حياك الله معنا في برنامج ترحيب ومرحبا ومسلابك الله يحييكم وصراحة بداية انا اتقدم لكم بالشكر على استضافة هنا شكرا استضافة الله يحفظك على اساس توضيح دور اللجنة في دعم إذا مخيم إذا في الطوارئ الخامس الله يطول في الله. البداية رائد احمد يعني احنا يعني نعرف ان دورها يمكن الداعم لو نتكلم لو صحيح. بنتكلم اللجنة الدائمة للطوارئ نتكلم عنها بالتفصيل الهدف من مشاركتها في هذا المخيم اسمحوا لي طبعا في البدايه اني انا اوضح لكم شغله قبل لا اتكلم في فضل. الهدف من المشاركه في المخيم فضل. طبعا اللجنه تعمل ضمن يعني برنامج وطني لاداره الكوارث اه. هذا البرنامج مستمد من استراتيجيه الامن والسلامه لوزاره الداخليه المستمده من الاستراتيجيه الوطنيه لرؤيه قطر 2030 نعم اه. طبعا هذا البرنامج يسمى البرنامج الوطني للاستعداد للكوارث أه بدا معنا في 2011 ومستمر لين 2016 وطبعا يمتد لين 2030. آه هذا البرنامج طبعا فيه ثلاث مراحل ويهدف آه الى 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 يعني تطوير نظام رفيع المستوى لاداره الكوارث على المستوى الوطني. مثل ما قلت لكم هو عباره عن مجموعه من المراحل مرحله الاستعداد ومرحله الاستجابه ومرحله التعافي. أه لما ندخل على موضوع أه الهدف من المشاركة طبعاً الهدف الأساسي من هذا هو بناء القدرات الوطنية م. بشكل عام تدخل في تفاصيلها يعني أهداف كثيرة جمة ويعتبر مخيم أو مخيم إدارة الكوارث الخامس هذا مش أول مخيم تدعمه اللجنة سبق لذلك مخيمات أيضاً ساهمت اللجنة في دعمه ولكن الدعم هذا السنة كان بالفعل كبير مثل ما قلت لكم هدفنا الأساسي اللي هو بناء القدرات الوطنية. نعم يمكن ما انك تطرقت بشكل مختصر عن المراحل الثلاثه اللي هي الاستعداد والاستجابه والتعاطي صحيح التعافي التعافي أي. التعافي عشان سجلت التعاطي ما يمكن سمعت التعاطي زي انك وضحت لي ايضا حتى اوضحها لي المشاهدين الله يعطيكم العافيه صراحه على خلينا نقول على هذه اللجنه ولكن اذا بنتكلم عن دوركم او الدعم اللي قدمتوه لهذا للمخيم باللجنه لمخيم الد... الكوارث هذه طب... هذه هذ... السنه ايش صحيح. الدعم بالضبط يعني الدعم شوف له جانبين اساسيين جانب اداري وجانب <applause> لوجستي دعم لوجستي الجانب الاداري يعني يتضمن هو عباره عن مجموعه من المخاطبات مجموعه من عمليات التنسيق مع الجهات الاعضاء في اللجنه آه بقصد يعني شرح دورهم ودعمهم آه ايش بيكون في مخيم اداره الكوارث لتسهيل عمليه التنسيق فيما بعد لما لو دخلنا على الموضوع الثاني الدعم اللوجستي طبعا ايضا دعم كبير اقول لكم وتفاصيله جدا جدا كبيره ولكن انا راح اتطلق لبعض الامور الاساسيه فضح. عندك اول شيء على سبيل المثال دعم من حيث وسائل النقل وسائل نقل خفيفه ومتوسطه وثقيله التكلم عن توفير وسائل اتصال سلكيه ولا سلكيه التكلم عن تجهيز مركز المعلومات الموجود في المخيم توفير خدمات الإنترنت توفير دعم لوجستي تمويني، تجهيزات متنوعه خيام، مولدات، امور كثيره يعني والله تدخل في الحسبان، بالاضافه لذلك طبعا الفنيين الخاصين بوزاره الداخليه كانوا متواجدين ايضا في المعسكر لتقديم الخدمات على مدار الساعه. نعم. يعني هذه بشكل مختصر بس عمليه نعم. الدعم. نعم يمكن رائد احمد يعني اي حاجه يعني تصير فيها دعم اكيد يكون هناك في مردود، لو بنتكلم عن ايش المردود من خلال هذا الدعم دعمكم اللي انتم لهذا المخيم على المشتركين او المتدربين في هذا المخيم شوف اذا ابي عن المتدربين يعني انا انا ايد ان المتدرب يعطيك المردود اللي هو حصل عليه من خلال مشاركته في 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 لكن انتم شلون تنظرون اكيد لكن احنا نظرتنا لنا للمخيم المردود اللي ارتقيناه ان احنا قدرنا من خلال الدعم نوفرنا بيئه عمل او بيئه تدريبيه مناسبه للمتدربين آه الشغله الثانيه اللي هي ايضا ان احنا وفرنا لهم آه تجربه عمليه تحاكي الواقع يعني واقع مهم. العملي على, على على ارض الواقع ان قد في يوم من الايام الحمد آه لله لا في قطر ما تعرضنا حق كوارث وان شاء الله ما نتعرض حق اي كوارث ولكن آه حاولنا نقرب هذه البيئه للمتدربين على اساس يعيشون الواقع مهم. انك تعيش في مخيم ولفتره زمنيه معينه وتتعرض لضغوطات عمل تدريبات من نوع معين واساليب خلينا نقول يمكن استفزاز وانهاك فهذه كان بعض هناك عدد من السيناريوهات يمكن اللي كان اخرها السيناريو اللي شفناه وشافوا ايضا المشاهدين الكرام من خلال من الصور اللي طلعت معنا قبل لحظات على الشاشه صحيح هذه السيناريوهات يمكن كانت مختلفه يمكن بدأت في مستنقع ما زلزال انفجار حريق, يعني حريق عدد حريق من السن... السيناريوهات تكلمنا يعني عن تنوع هذه السيناريوهات السيناريو ايش الهدف منها؟ هو مثل ما تفضلت انتم المخيم امتد على مدار 10 ايام <applause> من اليوم الأم... الاول حتى اليوم التاسع عباره عن مجموعه من الانشطه والفعاليات <applause> زين هذه الانشطه والفعاليات تدخل في خضم موضوع اداره الكوارث بشكل عام دور الاعلام، دور التجهيزات، دور بناء القدرات من حي... من ناحيه شخصيه ومن ناحيه خلينا نقول مؤسساتية م. كل هذه الأمور تم تعليمهم إياها في اليوم الأخير عمل سيناريو يساهم في يعني جهات تدخل في تنفيذ جهات متعددة السيناريو كان عبارة عن انفجار اسطوانة غاز في سكن عمال نتيجة سوء الاستخدام م. ومن ثم تداخلت كل القوات على اساس الاستجابه للحدث وانهاء الحاله اللي هم عليها. نعم. كيف شفتوا التنسيق بين آه. والتفاعل نقول بما انك ذكرت ان عدد من الجهات أيه. مشاركه وهذا ايضا يمكن لكم انتم دور فيه في اللجنه الدائمه في صحيح. توضيحه، فانتم كيف شفتوا التنسيق والتفاعل خلينا نقول والاستجابه بينهم وبين بعض؟ يعني في الحدث قصدك اثناء الحدث طبعا هذه،, هذه 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 تدخل عمليات التنسيق تدخل في عمليات احنا نسميها عمليات الاستعداد سابقا او قبل الاستجابه قبل الحدث لان احنا قلنا الاستعداد في البدايه والاستجابه ومن ثم, ثم التعافي تعالي. من الكوارث الاستعداد قبل الحدث والاستجابة أثناء الحدث والتعافي ما بعد الحدث العودة للوضع الطبيعي. أه لما تتكلم عن عملية التنسيق فتكون عملية تنسيق مسبقة. إن تضع خطط طوارئ تضع سيناريوهات إن أنا أتوقع إن بتصير في أحداث معينة. ومن ثم هذه استهل. الاحداث نعم. اني انا اطبقها بشكل تدريبات وتمارين على اساس ان انا اقيس اهداف معينه خلال التمرين. نعم، راد احمد اكيد ان مثل هذه المخيمات اكيد انها تسهم يعني بفائده كبيره للمتدربين، لكن لو بتوضحها اكثر للمشاهدين صحيح يعني في اداره الازمات وفي آآ آآ صحيح جدا، هاي خلينا نقول مردود الفائده على المتدرب من مشاركته في, في البرنامج. طبعا عده امور عده جوانب تدخل في في هذا في هذا الشان منها اول شيء ان انا بنمي قدره المتدرب نفسه الشغله آه الثانيه انا بعزز ثقافته بنمي مهارته بنمي معلوماته ايضا آه بقوي آه امكانياته في اداء العمل بعرف ايضا بدوره ومسؤولياته في, في 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 الحالات الطارئه ايضا بعطيه الامكانيه يعني مثل ما تقول رح آه اعطيه الامكانيه في نقل ثقافه اداره الكوارث لجهه عمله في كافه المستويات سواء اللي ادنى منه او حتى اللي اعلى منه، بالاضافه لذلك ان انا بنمي عنده لغه التخاطب فيما يعنى بمساله اداره الكوارث والفرق نعم. بينها بين الكوارث وبين الحوادث، في ناس نعم. كثيره تخلط بين الاثنين ترى. نعم, نعم. رائد احمد عبد يمكن بان في بدايه الحوار بان انتم في اللجنه الداعمه للطوارئ اللي آه خلينا نقول انشات من 2000 و انشات في 1997 1997 صحيح ولكن يمكن الاستراتيجيه آه خلينا نقول الخمسيه عندكم من من 2011 إلى 2011 2016. نعم و16 الى آه 2030 اللي هي رؤيه تحقيق رؤيه قطار الوطنيه صحيح لكن اذا نتكلم عن خططكم انتم المستقبليه في آه في لجنه الطوارئ سواء لتقديم الدعم لمختلف نقول الجهات او لتدريب ايضا افراد على مواجهه مثل هذه الازمات او مثل هذه الاحداث لا قدر الله سواء كانت خارج داخل الدوله او ايضا خارج الدوله. صحيح، طبعا في اللجنه احنا سنويا نعد خطه تشغيليه للبرنامج الاستراتيجي، تبدا من بدايه السنه الماليه وحتى نهايه السنه الماليه. تدخل فيها مو... يعني مجموعه كبيره من الانشطه يمكن انا ب... 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 بفصل نوعا ما على مساله التدريب ولكن يعني لكم نشاط واحد من الخطه الثانيه المغايره اللي هي على سبيل المثال تحديث وتطوير الخطه الوطنيه للطوارئ في الدوله، هذا واحد من الانشطه. لكن بدخل في مساله التدريب طبعا عندنا جانبين للتدريب ايضا، جانب تدريب خارجي وجانب تدريب داخلي. جانب التدريب الخارجي طبعا ابتعاث منسوبي وزاره الداخليه والجهات الاعضاء في اللجنه الى دورات خارجيه في مجال اداره الكوارث بشكل عام من حيث تحليل المخاطر او عمليات الدعم اللوجستي او عمليات الاستجابه للكوارث او عمليات اعداد الخطط او السيناريوهات. اما مساله التدريب الداخلي ايضا ايضا لها جانبين، في جانب تدريب داخلي محلي يقتصر على الجهات التدريبيه اللي عندنا في الوزاره. وفي جانب تدريب آه ثاني من خلال استقطاب خبرات من خارج الدوله بالتعاون مع الامم المتحده او بالتعاون مع منظمات خاصه او متحدثين خاصين. يمكن احنا السنه هذه آه بلشنا في فبراير عملنا دوره اداره حالات الطوارئ بالتعاون مع المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين بالامم المتحده وانتهت هذه، عملنا ايضا ورشه تدريبيه اخرى حول اطار عمل هيوغو في مارس في منتصف مارس. بالتعاون ايضا مع الامم المتحده بحكم ان دوله قطر وقع على اتفاقيه اطار عمل هيوغو ايضا الان مثل ما انتم شايفين مخيم اداره الكوارث اللي ابتدى قبل 10 ايام وانتهى اليوم عندنا ايضا في مايو باذن الواحد الاحد عندنا ورشه تدريبيه حول التعافي من الكوارث بالتعاون ايضا مع الامم المتحده بعد رمضان باذن الواحد الاحد ما بين الحين ما تحدد التاريخ بالضبط ولكن ما بين اغسطس واكتوبر عندنا ايضا ورشه تدريبيه حول تحليل المخاطر المتقدمه <applause> بتكون من خلال بعض المتحدثين من خارج الدوله طبعا هذه كل البرامج هذه كل ورشة تدريب جد هذه جد، جدولكم حافل ما شاء الله تبارك الله سنة سنة <applause> الله يعطيكم العافيه يعافيك ان شاء الله. <applause> جدول حافل ويعني يمكن تصب في النهايه في مصلحه الوطن <applause> والمشاركين في هذه الدورات الرائد احمد العبد الله امين السر المساعد في اللجنه الدائمه للطوارئ شكرا جزيلا لك شكرا لكم اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق ومشاهدين الكرام متواصلين معكم في برنامج الترحيب وفي مواضيع ترحيب المتنوعه شهدت الجمعيه العامه العاديه لشركه بروه العقاريه نقاشات وصفت بانها ساخنة نوعا ما بين المساهمين ومجلس إدارة الشركة نعم وردا على استفسارات المساهمين قال سعاده السيد صلاح بن غانم العلي رئيس مجلس اداره مجموعه بروه العقاريه ان التحدي الرئيسي لدى الشركه هو التنفيذ الجيد، مؤكدا ثقته من التمكن خلال الاشهر السته المقبله من اثبات قدرته على التنفيذ باعلى مستوى بالاعتماد على الكفاءات القطريه. واعلنت مجموعه بروه العقاريه تطبيق هياكل تنظيميه تتفادى اي عقوبات او اي عقبات ماليه مؤثره. خلونا نتابع. في ظل التطور العمراني والطلب المتسارع في السوق العقاري أعلنت مجموعة بروى العقارية توسيع وتحول استراتيجيتها العقارية من خلال اعتماد هيكلة جديدة تحظى بمرحلة انتقالية إيجابية لمختلف قطاعاتها وأعمالها بتطبيق هياكل تنظيمية تتفادى أي عقبات مالية والسعي نحو تحول بروى كإحدى الشركات الرائدة في التطور محليا وخارجيا الاجتماع السنوي لمجموعة بربه العقارية يجي بعد سنة ان شاء الله مالية كانت متميزة في الأداء التشغيلي وفي الأداء الاستراتيجي وفي الأداء المالي. مجموعة بربه العقارية طبعا مثل أخ اخفيكم علما ان يعني نزلت البيانات المالية وأرباحها ونمت بحوالي 22% وصلنا إلى 1370 مليون ريال قطري كأرباح بواقع 3,53 درهم للسهم الواحد. مقارنة بالعام اللي كان ريالين و درهم. طبعا هذه نتائج متميزة تعكس قوة الشركة المالية قوة الشركة التشغيلية واحنا طبعا تناقشنا مع المساهمين المساهمين صراحة أثاروا مواضيع جدا مهمة طبعا اهم النقاط المستقبليه بالنسبه للشركه اللي احنا مثل ما تكلمنا ان اليوم ان احنا ننتهي من من عمليه التخارج من الاصول مع الشريك الاستراتيجي بقيمه 20 مليار ريال قطري. من ثم من ثم اللي هو الاسراع في الانتهاء من المشاريع اللي اللي موجوده في حوزتنا والدخول في مشاريع جديده على الاراضي الاستراتيجيه اللي نملكها سواء في الوسيل او في, في البراحه او في, في مدينه مروه اثنين وغيرها. كذلك توزيع او زياده الايرادات التشغيليه من الاعمال المصاحبه لتشغيل العقارات واداره المشاريع. تعد شركه بروا العقاريه من اهم الشركات الاستثماريه والعقاريه القائمه بدوله قطر، اضافه لسعيها اللامحدود من خلال استقطاب كوادر وطنيه مؤهله، وتركز رساله الشركه على اهميه المساهمه في التنميه المستدامه ضمن رؤيه قطر الوطنيه 2030. من حركة الإعمار والموضوعات الاقتصادية إلى التعليم أحد الملفات الاستراتيجية المهمة في رؤية قطار الوطنية 2030 ضحب معنا في سيدي تراحيب الدكتور عبد الله علي المري رئيس قسم معايير التربيه الاسلاميه في المجلس الاعلى للتعليم مرحبا ومسهلا بك معنا مرحبا بكم عطاتو وأنا ارحب بكم اخ ناصر واخوي خالد وسعيد أن يكون معكم الليله في واحنا طال عمرك يا في البدايه دكتور لو بتكلم عن ادوار مكتب معايير المناهج في في تطبيق المعايير والتطوير المستمر للمناهج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفوا بعد بدايه ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. قبل ان نبدا بالاجابه عن سؤالك اخوي خالد، يعني لعلنا في مكتب معايير المناهج وفي المجلس الاعلى للتعليم ننطلق من ركائز رئيسيه سواء كانت من دستور رب العالمين لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. الحمد لله. آه كذلك دستور الدوله والذي تكفل بضمان التعليم تعليم ذو جوده لكل من هو عائش على او يقيم على هذا الوطن المعطاء. آه رؤيه قطر 2030 لا شك انها من الركائز الرئيسه وكذلك الاستراتيجيات التي انبثقت عن هذه الرؤيه اللي هي استراتيجية التعليم والتدريب. آه مكتب معايير المناهج هو آه مكتب من مكاتب هيئه التعليم او يتبع هيئه التعليم، هيئه التعليم هي ركن من اركان المجلس الاعلى بالاضافه الى هيئه التقييم وهيئه التعليم العالي. مكتب معايير المناهج لا ابالغ ان قلت انه هو قلب العمليه التعليميه او المبادره وروح المبادره قام وانطلق من هذا المكتب الذي هو يعتبر اكبر مكتب من مكاتب معايير مكتب مكاتب هيئه التعليم وكذلك من المجلس الاعلى للتعليم. مكتب معايير المناهج لعل العنوان عنوان المكتب يتضح لنا ادواره يعني هي عباره عن كلمتين معايير ومناهج المعيار هو المقياس اداه للمقياس والمناهج هي الطريقه الصحيحه للتدريس وأهداف التعليم التي تقدم للطلبه وتدريسهم في المراحل ابتداء من الروضه وانتهاء بالصف الثاني عشر تدريجيا حتى يعني يتم ادخالهم ضمن سوق العمل او التحاقهم بالجامعات في سواء في الدوله او خارج الدوله نعم. فالمكتب المعايير المناهج لعل من ابرز ادواره هو دعم و تقديم العون للمدارس المستقله في تدريس معايير المناهج او في تدريس مواد المواد بشكل عام انطلاقا بالتربيه الاسلاميه وانتهاء بالتربيه الرياضيه يعني هذا الدور من ادوار او الدور الرئيسي لمعايير المناهج بالاضافه الى التطوير والتنقيح على تلك المصادر نعم. بما انك ذكرت التطوير والتنقيح انا يمكن أه ودي اسالك يعني هل هناك فعلا او هل هناك تنقيح وتعديل يحدث سواء كان للمصادر اللي تدرس للطلبه واذا كان هناك ايش هي طبيعه هذا التنقيح او التعديل في المناهج؟ لا شك يعني المتابع للحدث التربوي والتعليمي في دوله قطر يعرف ان في هناك تطورات كثيره صارت او حدثت وتحدث وستحدث ان شاء الله تعالى. شاء لا بد ان تكون هناك تطورات تواكب التغيير المتسارع سواء في العالم ولا على مستوى دوله قطر. لعلي اعرج بشكل سريع على اقسام مكتب المعايير المنهج لان سنتفرع بعد ذلك في عده اتجاهات لعل من اقسام مكتب المعايير المناهج والذي اكدت على انها اكبر مكتب في المجلس هو لعل اول قسم هو قسم التربيه الاسلاميه وقسم اللغه العربيه قسم العلوم الاجتماعيه قسم العلوم الرياضيات كذلك قسم التربيه الرياضيه كذلك قسم الاي تي قسم التعليم المبكر الدعم الاضافي او ما يعرف بذوي الاحتياجات الخاصه كذلك من من ضمن الوحدات والاقسام قسم البحث العلمي وهو يعني توجه الدوله ككل يعني تجد ان هناك حوالي 11 قسم يتبع المكتب معايير المناهج او اداره معايير المناهج فالتطوير لابد ان ياتي على تلك المعايير او ياتي على تلك المواد بشكل عام دون استثناء ياتي على الماده التربيه الاسلاميه فضل من الله عز وجل طبقت لهذا العام كمنهج تجريبي وعمم على جميع دوله قطر الصف الثاني عشر الان على ثمان مدارس اللغه العربيه يتم تطويرها وتنقيحها اولا باول لعل هناك ركائز سناتي عليها ان شاء الله ما هي المرجعيات في تنقيحنا وتطويرنا للمعايير كلها سنتي عليها باذن الله عز وجل. نعم. فالتطوير والتنقيح لعل المخرجات التعليميه هي التي تقودنا الى التطوير والتنقيح. نعم. حتى نواكب التغيرات المتسارعه على مستوى دوله قطر ولله الحمد يعني شيء من نراه يعني من رأه العين او على كذلك التغيرات التي تحدث في العالم بشكل بشكل لو اخذنا لو نعم. اخذنا نقول معايير التربيه الاسلاميه او التربيه الاسلاميه على على سبيل المثال نعم. ايش التعديل اللي طرأ عليها؟ التعديل اللي طرأ في معايير التربيه الاسلاميه بفضل من الله عز وجل تم التوسع بشكل اكبر، يعني هناك كنا في السابق لعلنا ناتي على ثلاث مجالات فقط. <applause> الان ما شاء الله اصبح عندنا ست مجالات، القرآن الكريم كنا نحفظ يعني على يعني ابسط يعني لعل ركيزه من القرآن التربيه الاسلاميه حفظ كتاب الله عز وجل. نعم. <applause> وهو هدف اساسي سواء هدف عام او هدف خاص في ماده التربيه الاسلاميه <applause> القران الكريم كان الطالب يحفظ ايات لا باس بها في الفتره الماضيه الان يحفظ يتخرج الطالب بفضل من الله مخلص الصف الثاني عشر يحفظ لا يقل عن خمسه اجزاء من كتاب الله. الله عز وجل هذا لا. مثال لا. طبقناها العام الماضي كسنه تجريبيه على 14 مدرسه ابتدائي وثلاث اعدادي وثلاث ثانوي الان بفضل من الله عمم على جميع مدارس قطر بما فيها المدارس الخاصه لا. أيضا حتى المدارس الخاصة نعم. والمدارس الدولية أيضا نعم. تدرس فيها التربية الإسلامية المدارس الخاصة كذلك تدرس مادة التربية الإسلامية للطلب القطري والمسلمين كذلك نعم. ويتابع من قبل مكتب المعايير المناهج بالتعاون مع أخواننا في يعني مكتب المدارس خاصة. يعني هم ملزمين بذلك وهذا الشرط نعم وهذا شرط أساسي حتى كسياسة للتعليم حتى يقبل تقبل او تعطى رخصه للمدرسه الخاصه لابد ان ان تطبق جميع ما يطلبه م. جميع القرارات اللي تصدر عن المجلس الاعلى دكتور م. انت ذكرت في بدايه مكتب المعايير عن المدارس الخاصه عن المدارس المستقله عفوا م. لكن لو أتكلم عن المدارس الخاصه شنو المعايير اللي تطبق لطلبة المدارس الخاصة لو لو عرجنا على على المدارس الخاصة م. يعني قبل ذلك ف... يعني نود ان نوضح ان هناك مكتب إدارة خاصة بالمدارس الخاصة ومتابعة المدارس الخاصة م. وعلى راسهم أخونا الأستاذ أحمد الغالي يعني م. هو مدير المكتب نعم واضح الله يجزاهم خير م. كذلك بالإضافة إلى مكتب المعايير المنهج له دور كبير جدا في متابعة تطبيق المنهج م. لو نظرنا إلى المدارس الخاصة نجدها أنها على ثلاث ثلاث فروع او ثلاث ثلاث فروع نعم. نعم, اللي هي مدارس الجاليات واللي تتبع السفارات نعم. والمدارس العربيه او الوطنيه اللي تتبع معاييرنا معايير الوطنيه نعم. ثم المدارس الدوليه التي لها توجهات او لها معايير عالميه دوليه نعم. طبعا جميع الانواع الثلاثه اذا طالب قطري موجود في احدى هذه المدارس او طالب عربي فانه لا بد ان يدرس التربيه الاسلاميه اجبارا واللغه العربيه كذلك بالاضافه الى التاريخ القطري ياتي على جميع ثلاث ثلاث مدارس لا بد اجباري ان يدرس الطالب القطري وغير القطري المسلم وغير المسلم هذا المطلب. نفس المنهج الموجود في المدارس المستقله في في التربيه الاسلاميه وفي اللغه العربيه اللغه العربيه وفي التاريخ القطري هذا من 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 خلينا نقول هذا من التنقيح والتعديلات الجديده أم من من السابق لا, موجود؟ لا لا انا اقول لك يعني مثل تدريس ماده التربيه الاسلاميه واجبارهم هذا الشيء الحق يقال هذا صار فيها في في هذا في, السنة السنة في هذه المبادره خالص. وهذا نعم. وهذا الصرح المبارك هذا صراحه نعم. آه شيء آه أمانة يفرح الحمد لله ويسعد وأنا متأكد الكثير من اللي يشاهدونا الآن اللي راغبين بأن أولادهم يعني يدرسون حتى في مدارس خاصة أو مدارس دولية بأنهم ما راح يخافون أيضا على إن شاء الله بإذن الله عز وجل على اللغة العربية ولا على أيضا قبل, قبل اللغة العربية لا على دينهم ولا على لغتهم فهذا شيء صراحه يشكر عليه المجلس الاعلى امانه. انا يمكن كنت اقول حق الدكتور قبل هاو قلت ببشاره الحمد إنهم لله انهم فرضوا ماده التربيه الاسلاميه والخير مقبل ان شاء الله والجايه اكثر الحمد لله اذا نبغى نتكلم عن عمليه تقييم المناهج كيف تتم؟ هل هي خلينا نقول المخرجات التعليميه فقط ام هناك ايضا محاكاة اخرى للتقييم؟ يعني بالنسبه لما يخص التقييم لعل الدور بارز عند الاخوه في هذا التقييم الله خير يتابع هذا الجانب بالاضافه الى مكتب معايير المناهج كذلك من خلال الزيارات الميدانيه من خلال التواصل مع الميدان التربوي من خلال اللقاءات الدوريه مع اصحاب التراخيص مع النواب الاكاديميين كذلك مع المنسقين المخرجات التعليميه لها دور كبير البرامج الاختبارات الدوليه لها لها معيار اساسي في التنقيح والتطوير عندما يقدم او تقدم دوله قطر او طلبها في دوله قطر في البرامج او في الدراسه او في الاختبارات الدوليه المعروفه يعني مقننه دوليا حتى نقف على مستوى طلابنا وينهم لا. يعني اين اين اذا كان هناك لا قدر الله خلل او في اشكاليه وقصور حتى نضع ايدينا على هذا الخلل ثم بعدك يكون التطوير بناء على هذه النتائج نعم. المخرجات التعليميه اختبار التقييم التربوي الشامل لا شك ان له دور كبير جدا يعني ياتي على ياتي على ياتي على ما يتم تنقيحه وتقييمه نعم. التحليل النتائج الخطط العلاجيه التي تقدم كل هذه تدعم ورافد كبير جدا يدعمنا في قضيه تنقيح وتطوير المنهج نعم أه هل يعني دكتور انا يمكن نرجع للمدارس الخاصه هل المناهج المدارس الخاصه هل انتم في مكتب المعايير لكم طبعا اكيد لكم اطلاع على هذه المناطق نعم يعني مباشر لنا اطلاع ولنا زيارات ميدانيه للمدارس والاطلاع كذلك على الاستراتيجيات وطريقه التدريس اللي تقدم مثلها من المدارس المستقله. نعم. المدارس العربيه اللي تطبق معايير الوطنيه هي تطبق جميع موادنا بلا استثناء مثلها نعم. مثل اي مدرسه نعم. مستقله، الجاليات تطبق التاريخ القطري اذا كان فيها قطريين او عرب لابد أن يدرسون اللغه العربيه والتربيه الاسلاميه. نعم. المدارس الدوليه كذلك اذا كان فيها قطريين ومسلمين وعرب لا بد ان تطبق عليهم ولنا زيارات يعني دوليه على سبيل المثال قسمنا اليوم كنا زيارات مدارس خاص نعم للاشراف على المناهج على المناهج بشكل عام المدارس اللي الطلاب هذا طلابنا سواء نعم. كانوا في مدارس مستقله او مدارس خاصه هذا عيالنا نعم احنا نتابعهم وان شاء الله نقول لك يعني لعل الان التوزيعات والاجراءات اللي ستاتي ان شاء الله ستشمل اشياء كثيره بفضل من الله عز وجل جزاكم خير ويعني هذا يطمئن ان عيالنا في ايدي امينه ان شاء الله سواء كانوا في مدارس لله. خاصه او مستقله او غير الدكتور عبد الله بن علي المري رئيس قسم معايير التربيه الاسلاميه في المجلس الاعلى للتعليم شكرا جزيلا لك. وانا كذلك سعيد واشكركم واذا تسمحوا لي قبل ما ننهي عندي بس فضل. رسالتين اوجهها في هذا عن فضل. طريق هذا الصرح الشام يعني اولا اشكر قناه الريان هذا ما فيها فيه كلام فضل. يعني فضل. صراحه فضل. والله يعني من القنوات التي تسرنا ونفتخر انها عندنا في ونحن نفتخر ان مثلك يظهر عندنا في اليوم يمكن اخر دوام لعيالنا في المدارس نعم فلي رسالتين للمعلمين رسالتين هذه من اهم الرسائل اللي ورساله كذلك للطلاب عليها طلاب يعني لا. لعل الطلاب يعني هذه الان اجازه تنشيطيه م. يعني ياخذ الطالب فيها راحته ويرتب اموره يرتب جدوله يرتب اوراقه لانطلاق ان شاء الله ستكون ان شاء الله بعد اسبوع م. م. كذلك معلمينا اذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. يعني يكفيه فخر المعلم ان الملائكه ومن في السماوات ومن في الارض حتى الحوت في البحر وكذلك النملة في الجحر لا تصلي على معلم الناس الخير فهم أم على أم خير أم الآن أم جازتهم ينشطون أنفسهم إن شاء الله استعداداتهم عيالنا في الثالث ثانوية والصف الثاني عشر هاي إجازة فرصة اختباراتهم إن شاء الله التقييم الثاني سيكون بعد بعد الإجازة وكذلك الاستعداد لاختبار النهائي فندعو لهم الله إن شاء الله التوفيق ورسالتك إن شاء الله آه وصلت ويستهلون نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في إجازتهم نتمنى لهم إن شاء الله يعودون بنشاط وحيوية خلال الفترة الجاية الدكتور عبد الله بن علي المري رئيس قسم معايير التربية الاسلاميه في المجلس الاعلى للتعليم شكرا جزيلا لحضورك معنا في برنامج شكرا, شكرا جزيلا وما زلنا مشاهدينا الكرام معكم في برنامج تراحيب ولكن تتابعون معنا بعد الفاصل كيف اصبحت غطر الخيريه الاولى عالميا في إقاثة الشعب السوري تابعونا